هذا التقديم ديالي، انا غادي نعطيك الكلمه ان شاء الله. مساء الخير مشاهدي قناة شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء. احنا اليوم كنتواجدوا في المنزل ديال السي مصطفى الخطابي. السي مصطفى الخطابي عنده مشكل على ود الدعم اللي تعطى للفنانة. السي مصطفى عازف على عدة آلات، خدم مع مجموعة من الفنانين، أو نقولوا خدموا معاه مجموعة من الفنانين، اللي هو 34 سنة وهو في الميدان. يعني الفنانة كانوا كيجيو كيلقاو هو في الدومين وكيخدموا معاه. سي مصطفى، انت في المباشر على قناة شوف تي في، ضرك هذا الموضوع؟ ضريتي من جهته، لانك انت من الناس اللي محتاجين لهذا الدعم. يعني انت الظروف ديالك شوية مزرية، الوليدات جلسوا من الخدمة، انت مع كورونا جلستي من الخدمة، يعني الظروف ديالك، انت من الناس اللي كيستاهلوا انهم ياخذوا هذا الدعم. كتشوف راسك من ضمن الناس اللي خاصهم ياخذوا الدعم. انت في المباشر على قناة شوف تي في، اشرح لينا شنو ضرك في الموضوع. السلام عليكم، معكم اخوكم الفنان مصطفى الخطابي، غني على التعريف، راه كلشي كيعرفو. عندي هاد المشكل ديال يبقى فيا الحال على الدعم اللي خرج دابا. انا غنهضر وكنهضر بسميتي انا على الاخوان تاعهم كلهم، على الفرقه اللي كتعزف، على اصحابي كلهم الموسيقيين. حنا ريحنا من شهر ثلاثة، يعني شهر واحد وجوج ما فيهاش الخدمة، بركنا، قالت لنا الدولة بركو، جات الجائحة ديال الكوفيد ماشي مشكل، ولكن ملي بركت أنا بركات حتى بنتي من الخدمة، برك ولدي من الخدمة، بركات المدام ديالي من الخدمة، يعني العائلة كلها جلسات من الخدمة، كلشي برك. قلنا ماشي مشكل، الدولة قالت لك رياح رياح، راه كلشي باك ماشي مشكل. ريحنا من شهر ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، حنا دابا داخلين في عشرة. حتى واحد ما عقل علينا، حتى شي واحد ما عقل علينا، حتى شي واحد ما شافنا، حتى واحد ما قال لينا اش عندكم من شهر ثلاثة. يعني بقيتي صابر رغم الظروف؟ لحد الان ما هدرتش، لحد الان انا ما هدرتش من شهر ثلاثة. عندنا الكرة، عندنا الضو، عندنا الماء، داز رمضان، داز العيد الصغير، داز العيد الكبير، لحد الان احنا باقيين كنتسناو واحد الامال في الدولة شي نهار تلتفت لهاد الموسيقيين وفنانة، فهمت؟ وكنكرر موسيقيين وفنانة كبار، وكنوجه الهضرة ديالي لشي ناس اللي كيقول لك هادوك الموسيقيين الصغار ولا الفنانة، ماشي فنانة، ماشي موسيقيين صغار، فنانة، فنانة بمعنى الكلمة، لأن هادو اللي خداو الدعم، اللي كيقولوا هما فنانة مبدعين، شكون كيخدم معاهم؟ حنا اللي كنخدموا معاهم، كيجيو عندنا هما حنا فين كنكونوا حنا خدامين، كيدوزوا ضيوف الشرف، شكون كيخدم معاهم؟ حنا، إذا حنا فنانة. حنا فنان، هذا هو المشكل. الدعم اللي خرج سميت استثناء، دعم استثنائي، معنى كلمة استثنائي، إذن خرج لواحد الضرورة، لواحد الفئة اللي محتاجة، الفئة اللي محتاجة، ماشي فئة ربي عاطيها الله يكمل عليها وما محتاجاش لذاك الدعم. وكنتسناو وفرحنا بأن الدولة غتخرج شي حاجة وغتفكر في الموسيقيين، على الأقل الموسيقيين اللي ما عندهمش، راه رؤساء الاجواق اللي كنخدموا معاهم راه يوم يعطيو للدراري، وراه حتى هما وقفوا، راه كلشي حيت ما كاينش مدخول، كلشي وقف. كاين صحابي انا الصراحه باعوا الالات ديالهم، باعوا حوايجهم، باعوا كلشي اللي تباع، كلشي اللي بيع. واحد راه قال له بغيت نبيع الكلوه ديالي، كاين اللي طلقوا، كاين باع الطوموبيله ديالو، كاين يعني وقعت مشاكل، مشاكل كبيره. كنعرف ثلاثة الدراري طلقوا، وكاينين الدراري باقيين واقفين في المحاكم ما عتقوهمش مع عيالاتهم، لأن ما كاينينش الفلوس، ما خدامينش. كاينين الناس واقفين على الإفراغ، كاينين الناس باقي ما خلصوا، كتساهم خمس شهور ديال الكرة. كنتسناو مني جات هاد الخبيزة ديال المغرب، جات ربي قال هادي استثنائية، خرجات، خرجوا لنا ليستا، شكون فيها ليستا؟ نفس المستفيدين، وهاد المستفيدين راه كيستافدوا جوج مرات في العام. يعني بالنسبة لك انت هاد الناس ما يستاهلوش هاد الدعم؟ كاين كنهضروش على ما يستاهلوش، حنا باشي في الدعم الناس اللي كيبدعوا والناس الفنانة، حنا باشي ما غاديش ندعموهم،
حنا خصنا نعتقوا الموقف دابا حاليا الناس كتموت. خلي الابداع هاد الاستثناء الدعم اللي خرج باش نعتقوا به هاد الناس اللي ما عندهم والناس ما عندها ما تاكل. الناس راه باعت حويجها ونمشي نعطي لواحد انا راكب على طوموبيله ب 80 مليون وساكن في كاليفورنيا ونعطيها انا 18 مليون اش غيدير بها هو؟ واحد ما لاقيته باش يخلص تلكرا، واحد ما لاقيته ما ياكل. شحال كاري سي مصطفى؟ انا كاري ب 34 وكتجيني 16000 ريال ديال الماء و 10000 ريال ديال الضو، وراه ماشي تسطيه هادي وما خدامش وما دخلت ريال من وعمرني طلبت شي واحد، والموسيقيين كلهم كيعرفوني نفسي عمرني ولا حد. شكون هما الفنانه اللي خدمتي معاه اللي عزفتي اليوم؟ خدمت 9 سنين تقريبا مع مصطفى بورغوم. مصطفى بورغوم كان معنا عبد الله الداودي، خدمنا كفرقه مع رشيد المريني الله يذكره، رشيد المريني من الناس المعقولين، فرقه ديال عزيز وتقريبا شي 10 سنين. خدمت مع عبد الجليل، خدمت مع بينحاس، خدمت مع ميشيل بيطون، خدمت مع كوهن، خدمت مع سميتو السميه ديال اليهود. قلتي لي خدمتي تم في حفلات ديال ديال الملك ديال. خدمنا عند سيدنا، كنا واحد الفئه كندخلوا عند الحسن الثاني، كنا فئه معروفين كندخلوا تما عند الحسن الثاني. حنا معروفين كنمشيو بالباتش ديالنا كيعزلونا كنمشيو. خدمت عند الحسن الثاني، كنخدموا في الرباط كيكون ديك الساعه ولي العهد سيدي محمد، كيكون مولاي رشيد، كتكون لاله حسنه، كتكون لاله سلمى، هادو كلهم هاد الناس. خدمت عند الملك ديال السعوديه تقريبا شي 4 مرات هنا في انفا. خدمت في اسبانيا عند الملك ديال خوان كارلوس، هادي غنقولها يسحبوا هاد يسحبوني عا كنهضر خاوي. مثلت المغرب في 1992 في سيفيا 92، لحد الان باقي احسن بافيون هو هذاك اللي كنت فيه. واخا من كتحمل المسؤوليه كنحمل المسؤوليه الوزاره الوصيه ديال الثقافه، وزاره الثقافه، وزاره الثقافه. شنو الميساج اللي تبغي توصل لهم؟ الميساج هو يحاولوا قبل ما يفكر هاد الوزير ديال الثقافه من يبغي ينعس يفكر في واحد الفئه، واحد الفئه راه ماشي غير انا، راه فئه فيها الموسيقيين وفيها النقافات وفيها التريتوره وفيها عيساوه وفيها الغياطه وفيها الناس اللي كيهزوا العماريه، فيها سميتو مول الماتريال، فيها مول القاعه، فيها الناس كلشي برك، راه كلشي برك. الناس راه ما لاقيه ما تاكل، وكاين اللي نفسه كاين اللي صابر ساكت، راه الناس راه بكاو، الناس راه بكاو. انا عارفين ان انا ما كنهضرش وما عمرني طلبت شي واحد، الحمد لله راه كبرت ولادنا والحمد لله هما اللي لقيت دابا. الحمد لله راه هما اللي هزين. الله يخليهم ليك. الحمد لله. اما الدوله ما عقلها، الدوله تشوف، دوله كدوله مغربيه تشوف شكون اللي مدرين هاد الناس، فاش كانوا كيديروا هاد الناس. انا عندي 34 عام ديال الموسيقى، ما خليت معاه ما نخدم. 16 عام ديال الكباري ديال الليل، في الوقت خدمت في المطاعم في الاوطيلات، وخدمت مع الفراقي المصريين اللي كانوا، كانت فرقة وحدة مصرية كلها كانت كتجي، كنت أصغر موسيقي كنخدم معاهم أنا في عين الدين من صغري وأنا كنخدم، أصغر موسيقي كنت كنخدم. وتعلموا عندي الدراري في الدار، كدير مدرسة في الدار فين كنت ساكن، تعلم كنت كندير السويع، كنعلم الباتري. وهاد الدراري اللي علمتهم هما كلهم دابا كلهم حاضرين وكلهم كاينين. الدراري اللي علمتهم دابا راهم فنانة واصلين، كاين اللي في فرنسا، كاين اللي في هولندا، كاين اللي خدام هنا، كلهم الطوب. واخا سي مصطفى تبغي تحط الرقم ديالك، لا بغا يتصل بك شي واحد، تبغي تحط الرقم ديالك، رقم الهاتف تبغي تحطه؟ مرحبا. هكذا لا شي حد وصلوا الميساج ديالك وبغا يتصل بك غيلقى الرقم ديالك. 06 61 61 52 52 86 86 21. اذا الرقم ديال سي مصطفى الفنان الموسيقي هو 06 61 52 86 21. سي مصطفى كنتمنى الميساج ديالك يوصل للناس المسؤولين. شكرا لك لانك شاركتي معنا المشكل ديالك، كنتمنى الميساج ديالك يوصل في اقرب وقت ويكون شي رد ويكون شي ميساج ليك ان شاء الله في اقرب وقت.
إذا المشاهدين الكرام كنشكركم بزاف على حسن المتابعة، وكنودعكم في أمان الله، ولقاكم في مباشر آخر إن شاء الله.